بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم، حلقة جديدة من الريمونتادا على شاشة قناة المحور في سهرة رمضانية. النهاردة معايا اتنين من ضيوفنا الكبار ومحللي الريمونتادا اللي دايما بستمتع بآرائهم الفنية، هشام رشاد المارشال. كل سنة طيب ورمضان كريم. وانت طيب يا حبيبي، وانت عارف انا دايما ببقى سعيد معاك حبيبي. كل سنة طيب عبد العويس منور، وكل سنة طيب. وتأخرت العويس، انا اسف مع اني ساكن قريب. لا كل سنة طيب عباس، وتمصود طبعا انا معاك حبيبي يا كابتن عباس. اكيد هنتكلم في البدايه الاول سريعا. طبعا انا النهارده يعني كلمت حد من اهل احمد رفعت وطمنت عليه، هو يعني تحت رعايه طبيه فائقه في اسكندريه في المستشفى اللي هو بيتعالج فيها، وناس كل الناس بصراحه واقفين جنبه وبيدعموه، وان شاء الله يا رب كده بكره ان شاء الله ان شاء الله يعني نسمع خبر كويس ان شاء الله في نفس الميعاد بعد 72 ساعه من الحدث نفسه، ونتمنى ان شاء الله انه رفعت يرجع تاني سليم وشافي ومعافي. رأيك في الموضوع سريع؟ دعوات المصريين، يعني اللي أنا سمعته ربنا يقومه بالسلامة وربنا يكون في عون أهله. لكن دعوات المصريين أنا حاسس رجعت شخص، لأن أنا المعلومات اللي جات لي إن الإسعاف كان مبلغ إن القصة صعبة جدا وهو رايح. طيب. يعني مش عايز أقولها بس قالوا الموضوع منتهي، ولكن مصر كلها دعت وإن شاء الله يقوم بألف سلامة ويرجع بيته، لأن موقف صعب جدا. ولكن إحنا نتعلم منه إيه؟ بالظبط، هو ده. نتعلم إن لازم طبعا الأعمار بإيد ربنا، لكن لازم نعمل اللي علينا. مواقف كتيرة حصلت في العالم، والعالم اتحرك بسبب القصة دي، إن لازم عربية الإسعاف ما تبقاش شاش وقطن وإصابة لاعب غرزتين ويجري بيه. لازم العربيات تبقى جاهزة والملاعب تبقى جاهزة، عندنا دكاترة محترمة وعندنا مراكز محترمة، لازم يبقى في ميني مستشفى مصغرة بأجهزة زي الجهاز اللي هو بتاع ضربات القلب دي تبقى مجهزة، لأن الثانية هنا بتفرق. إن أنت من الملعب تروح، ممكن لو رحت في نص ساعة الحاجات دي كلها ممكن تبقى بتعمل لك مشكلة فيما بعد، يعني ممكن يبقى ليها توابع، التأخير ده ممكن يبقى ليه توابع، وده اللي حصل. فأنا مش هقدر أقول أكتر من أتمنى أن ده يبقى موقف نتعلم منه فيما بعد، ده اللي أنا أقدر أقوله. عويس، نتعلم من الموقف ده إزاي؟ إيه اللي ممكن بعض يعني الإرشادات أو النصائح اللي ممكن يعني حاجة تنقص إحنا بنشوفها في الملاعب العالمية، حاجات ما شابه زي هو زي ما هشام بيقول بالظبط يا عباس، إن القصة كلها إن حاجات بس بسيطة ممكن تتعمل، وحاجات مش مكلفة قوي، يعني إن أنت العربية دي لازم تبقى مجهزة بالحاجات اللي ممكن أي حد يحتاجها في الملعب. حصلت مثلا في بطوله اوروبا لو فاكر مع اريكسون، اتلحق في الملعب طبعا. اتلحق في الملعب طبعا. وموضوع القصه ان هشام بيتكلم فيها دي، ان يعني بعد الشر عليه وربنا يا رب يقومه بالسلامه طبعا. ان الموضوع ممكن يطول عشان التاخير اللي حصل ده، فاحنا على قد ما نقدر بس الحاجات البيسكس اللي نقدر نعملها اللي نوفرها في الملعب لازم تبقى موجود. يعني قبل ما انتقل لقائمه المنتخب، انا دايما على تواصل مع الاستاذ الدكتور احمد اشرف مدير معهد القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل، وهم عندهم صرح رياضي طبي رياضي محترم جدا خاص بالقلب الرياضي، وعاملين كمان حاجه برضو المنظمه الافريقيه للقلب الرياضي، والناس عاملين شغل كبير جدا. يا ريت يا جماعه نراجع مع هذا القلب الرياضي بوادي النيل، مش عيب يبقى عندنا بعض القصور، ان احنا نتعلم من اخطائنا، ان احنا نرجع تاني. هو قال لي في فرقتين بس منهم ام بي او مش متذكر الفرقه الثانيه ايه، هم اللي جم عملوا التشيك قبل الموسم. نتمنى احنا نراجع نفسنا، مش عيب، حصل موقف حصل، نستفيد منه ايه؟ نستفيد منه ان احنا تاني يعني في الايام اللي جايه ليه لا يروح كل فريق ويرجع. وبرضه نداء للنائب المحترم الصديق العزيز احمد دياب رئيس رابطه الانديه، ان الزام كل الانديه بالزبط. بتقديم هو سوري، لا انا اسف، لا بالظبط ده اللي انت بتتكلم فيه هو الاهم. يعني ماشي، موضوع ان انت تجهز الملعب وتجهز العربيه اللي في الملعب ده جزء، الجزء الاهم والاكبر ان لازم يبقى الزام، زي ما انت بتيجي بتايد لعيبتك كل سنه، مع تأييد لعيبتك لازم يبقى في تقرير طبي شامل لكل كل لعيب وتشيك اب كامل على كل لعيب، غير كده ما تأيدش لعيبتك، لازم يبقى الزام من اتحاد الكره او من الرابطه. خلي بالك قبل اي بطوله قاريه، كاس عالم، امم اوروبيه، اسيويه، افريقيه، كونكاكاف، اي حاجه في الدنيا بتتلعب تحت غطاء محترم، لابد انك تبقى مسافر بكل التحاليل المطلوبه من الاتحاد القاري المنظم للبطوله. طبعا انت بدليل مثلا موقف امام عاشور لما وقع على دماغه في كاس الامم، هو عايز يكتب اقرار على نفسه ان انا قالوا له ايه؟ ست ايام. طبعا ففي نظام. وتاني حاجه سريعا،
لازم الدكاترة بتوع بتاعه الانديه كلها دورات لا غير كده طبعا تجبر اللعيبه على نظام في رمضان تحديدا لازم ياكل كذا ويفطر كذا والمواعيد مفيش حاجه اسمها انا مش هاكل اصلا ما بحبش اكل على الفطار لا دي قصه تانية فلازم اللعيبه تسمع للدكاتره نظام الاكل بتاعها لان في لعيبه تقول لك انا احب افطر تمره وبعد الماتش ابقى اكل لا انت صح. في الصيام ففي حاجات ناقصه في بدليل ان هو دخل عمل عمليه ايه حاجه في الكلى يعني فاهم قصدي فلازم اللعيبه يعني نهتم بالتفاصيل الصغيره دي مش تفاصيل صغيره دي اعمار طبعا. يعني عويس قائمه منتخبنا الوطني شفتها ازاي واختياراته النهارده كان اول تجمع قبل الفطار مع الكابتن حسام حسن وعقبه بعد كده جلسه مع السيد جمال علام رئيس الاتحاد واتكلموا على بعض الامور لان طبعا كان هناك دوره من الطبيعي كانت تقام في دوله الامارات العربيه الشقيقه لكن الشركه المنظمه طارت الموضوع ده موضوع غريب شويه يعني وانت عارف احنا دايما سباقين وعندنا بنيه تحتيه محترمه جدا وعندنا الشركه المتحده طلعت بيان قالت ان الشركه المنظمه للبطوله اعتذرت وهم ان شاء الله الشركه المتحده هتتولى المتحده الرياضيه هتتولى الامر ان شاء الله ويبقى تنظيم على اعلى مستوى اتفضل يا عويس يعني من الجانب الفني انا بقول طبعا كلنا عايزين كابتن حسام ينجح وكلنا ورا كابتن حسام وكلنا طبعا متفائلين ان شاء الله خير بس طبعا بالحاله الفنيه اللي موجود فيها النادي الاهلي دلوقتي والحاله الفنيه اللي موجود فيها نادي الزمالك دلوقتي بجد ربنا يكون في عونه الحاله الفنيه للاهلي والزمالك ومش الزمالك بس على فكره الزمالك والاهلي وبقى لها شويه مش احسن مش في افضل حالاتها القايمه يعني معظم الاسامي هي الاسامي اللي احنا ممكن نتفق عليها بس طبعا في مراكز معينه وفي اماكن معينه لا انا شايف ان كان في ناس ممكن تخش عن ناس موجوده زي ان استعرض معاكم بعض القايمه اتفضل القايمه يا جماعه لو معانا محمد عواد وابو جبل والمهدي سليمان وشوبير في حراسه المرمى تمام يلا انا اكلم لا انا شايف ان بسام كان لازم بسام كان ممكن يخش يعني بسام يعني بسام كان ممكن يخش على فكره ما عنديش مشكله خالص ان عوادي يروح وما عنديش مشكله عشان في غياب محمد الشناوي لازم هتدخل طب كمل القايمه كده مع بعض خط الدفاع هاني اكرم توفيق محمد حمدي محمد شكري حجازي محمد عبد المنعم رامي ربيعه احمد رمضان بيكهام خط الوسط حمدي فتحي مروان عطيه امام عاشور قفشه كوكا خط هجوم تريزيجيه مصطفى فتحي الشحات مرموش مصطفى محمد احمد عاطف ومحمد الشامي ومحمد شريف اكمل طب اتفضل ماشي القايمه زي ما بقول لحضرتك في اسامي ممكن كانت تبقى موجوده في اسامي لا وفي حاجه مهمه بالنسبه لي انا ان كابتن حسام هو اي حد بيحط قايمه بتبقى حاططها بناء على الخطه اللي انت بتلعب بيها كابتن حسام اللي انا اعرفه طول حياته بيلعب 4-2-3-1 لو شفت في القايمه عباس مش هتلاقي حد بيلعب رقم 10 او لعيب رقم 10 غير قفشه فانا بالنسبه لي ده لغز فهل كابتن حسام هيغير من قناعاته وهيلعب 4-3-3 فعشان كده ما خدش غير لعيب واحد بس ممكن بيلعب رقم 10 بلس الاهم ان هو واخد اربع فراوده واربع فراوده وانت بتلعب بفرد واحد ده كتير جدا عدد كبير جدا فانا القايمه في بس يعني انا حاسس ان ما فيهاش بالانس قوي يعني في اماكن فيها وفره وفي اماكن ما فيهاش هشام انا شايف ان دي مش قايمه كاس امم يعني في ناس عقلانيه هتتكلم بشكل طبيعي ان هي مش قايمه انا مش داخل كاس امم طبيعي ان انا عارف انت المثل بيقول لك اتلسع في الشوربه ينفخ في الزبادي احنا حسنا ضربات عايزين بقى مع حسام حسن نعمل كل حاجه وفي اسرع وقت واحسن فريق واحسن تشكيل واحسن نتائج هو ده انا شايف ان احنا نديله المساحه انا شايف أكيد. انا شايف أكيد. ان والدعم الكبير خلي بالك بص خلينا نتفق احنا هنا بنتكلم بصراحه كابتن حسام بقاله فتره لما كان عايز يمسك منتخب مصر كان في ناس مش عايزه تنسى فكره ان هو دخل في كلاش مع الاهلي ودخل في كلاش مع الزمالك ففي بعض من المحللين والصحفيين وهم بيتكلموا على منتخب مصر مش عايزين ينسوا ان هو خلاص انسى الماضي ان كابتن حسام دلوقتي خلاص مدرب المنتخب فلو انا داخل على ماتش رسمي او داخل على بطوله رسميه ممكن انتقد الايه القائمه طبعا لكن حاليا انا ممكن ابقى بجرب حاجات لكن وجهه نظري ان كان في ناس كانت لازم تخش يعني انا واحد من الناس شايف ان عمر جابر كان لازم يخش على اكرم تمام لازم ان واحد زي دونجا يخش واحد زي شلبي يخش طبعًا. بس دي مثلا اقول لك حاجه هي الحته عامله زي فكره صلاح وهو بيلعب يمين ظالم زيزو فكره تريزيجيه ومرموش ظالمه القصه دي يعني انا شايف ان الشحات هيلعب يمين صح هو واخده يمين في القصه دي هو مصطفى فتحي لكن دونجا كان لازم يخش اختار اي حد بديل ليه لان في القصه ان انا واخد لعيبه
مش بتشارك بقى فتره وراجع من اصابه. فكره ان احمد رمضان بيكم او ربيعه كانت ممكن حد يخش زي مين قوي يعني. انا اسف، لا هو كويس ان هو خد ربيعه لان مفيش يعني مفيش بالظبط يعني يعني انا هي غريبه بيكم ورامي، ولكن لما تيجي تحسبها فعلا هو يعني مفيش حد. انت عارف عشان انا رايي كمان ايه، ان هو واخد الناس يعني كابتن حسام واخد اللعيبه المره دي بالذات بناء على قناعات مش على مستوى حالي. يعني ما يعني اكرم توفيق هو ما بيلعبش او بيلعب يا اكرم غريبه، كوكا ما بيلعبش لا بتتكلم احمد عاطف مستوى الحالي مش احسن حاجه ليه، محمد الشامي مش احسن حاجه ليه. فانا حاسس ان هو واخد بناء على قناعات مش على مستوى حالي. شمال تمام يعني شمال تمام مش انت كده كده مرموش يعني انت فتوح فكره فتوح انا بالنسبه لي طبعا، بس هو فتوح اصلا في حق نفسه الفتره توقف فيها ما قبل كاس الامم الافريقيه واداؤه المتواضع في كاس الامم هو اللي خلاني بس خلي بالك تفتح حاجه بقى. اكيد اكيد احنا اتمنى طبعا على فكره انا من اللعيبه اللي بيعجبوني قوي اللعيب مش باك شمال بس. انت عارف الناس ما بتتكلمش قصه فتوح ليه؟ عشان محمد شكري يستاهل يروح. فقصه فتوح اجتهاده في فتره خير محمد شكري يعني عشان يسهل يروح مع محمد حمدي فالناس مش مركزه. هي دي الايجابيات هي دي الايجابيات اللي ممكن في قائمه زي دي تكسب واحد زي شكري، فاهم؟ ممكن تكسب حاجه زي مثلا عاطف، فاهم قصدي؟ حتى لو الناس مش هتلعب انت بتثقل اللعيب ان هو يخش منتخب مصر وسط نجوم، فهي دي الميزه. انا مثلا كنت ضد مثلا محمد صلاح يجي، لكن لازم كابتن حسام عشان انت عارف هنا في ناس صيادين قاعدين نفسهم تمام ان هي ما تجيش من كابتن حسام. لا هو صح ان انا قدمت لمحمد صلاح تعالى والقصه جت من عند صلاح، فانا قدام الناس انا عملت اللي عليا، فدي كانت مهمه جدا. لكن انت بطوله زي دي وارد تكسب لك 2-3 لعيبه جداد مع القايمه الاساسيه اللي احنا كلنا عارفينها، لكن في حراسه المرمى انا مع عويس ان واحد زي بسام هيعمل ايه تاني يعني. كان لازم يبقى موجود في كاس الامم ما حصلتش، لازم دلوقتي يبقى موجود. لو انا بقارن انا بحب مهدي سليمان جدا مش قصدي القصه، بس لازم بسام كان يخش مكان عواد، ممكن يروح داخل مكان ابو جبل، ممكن يبقى داخل مكان شوبير، ممكن يبقى داخل مكان مهدي. لكن هو بسام ايه تاني اللي ممكن يعمله عشان يخش منتخب مصر؟ طب احنا معانا المواعيد اللي كانت المفروض الدوره دي تبقى في دوله الامارات، لكن في طبعا في ارض الكنانه في مصر ان شاء الله تبقى موجوده في نفس المواعيد. مصر ونيوزيلندا يوم 22 مارس، كرواتيا وتونس يوم 22 مارس، وبعد كده تحديد المركزين الثالث والرابع المهزوم من المباراه الاولى والمهزوم من المباراه الثانيه يوم 25، الفائز بقى النهائي الفائز من المباراه الاولى والفائز من المباراه الثانيه. بس انا عندي هنا نداء بقى. اتفضل. جماهير طبعا. لا إيه؟ ما تيجي ما دام خلاص هناخد البطوله دي ما نعملها في استاد العاصمه ويبقى افتتاح. لا لازم تجهز، اكيد ممكن يبقى فيه بعض النواقص. انت مزنوق، الوقت معاك ضيق، استاد القاهره برضو حاجه من الحاجات طبعا. لا ده مفخره ده طبعا. انا قصدي يعني ليه لا، هو موجود ممكن تكون مثلا في بعض النواقص في حاجات معينه. لكن اعتقد الاستاد العاصمه ده محتاج مباراه في قمه مصر. بس والله انا كنت سامع ان ماتش الاهلي والزمالك ده اللي هو بتاع الاستاد ده بتاع النهائي الكاس كان ممكن فكره تقام هناك، لكن هي بطوله دوليه فيها كرواتيا وفيها منتخب تونس، فممكن يبقى افتتاح حلو للملعب. ولكن استاد القاهره عندنا دايما منقذ. طيب قبل ما اطلع لفاصل، بيان اتحاد الكره سريعا، يعني ان اتحاد كره القدم المصري تواصل مع الاتحادات المشاركه اللي هي نيوزيلندا وكرواتيا وتونس، وان شاء الله الامور كلها في الطريق الصحيح على ان يتولى الاتحاد المصري كره القدم، وطبعا الشركه المتحده تنظيم وتصوير واخراج والجوائز وكل حاجه خاصه بهذه البطوله اللي نتمنى ان شاء الله تكون سهرات رمضانيه مميزه جدا. هستعد واطلع لفاصل، وبعد الفاصل وما زال معايا في ضيافتي اثنين من محللي المنتدى الكبار هشام رشاد ومحمد عويس في حوار مهم جدا، اوعوا تروحوا في اي مكان. رجعكم تاني في الجزء الثاني من حلقة اليوم، وما زال في ضيافتنا اثنين من محللي الريمونتادا هشام رشاد ومحمد عويس. والسؤالي عن النادي الأهلي بعد الفوز على نادي الزمالك في المباراة اللي قيمت على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك رغم أن نادي الزمالك هو اللي لعب، لكن هي دي نتيجة المباراة.
يعني تفائل جمهور النادي الاهلي باداء نادي طبعا النادي الاهلي. على الجانب الاخر تفائل ايضا نادي الزمالك وجماهيره ان الامور تتصلح، لكن الامور اتصلحت هنا ولا الامور اتصلحت هنا؟ هشام، الاهلي وخسارته من البنك الاهلي. انا وجهه نظري ان الاهلي والزمالك عندهم حاجه شبه بعض. كل جمهور نادي الزمالك 90% من جمهور نادي الزمالك كان متاكد ان الماتش ده صعب، و90% من جمهور النادي الاهلي كان متوقع ان الفوز بالكاس ممكن اللعيبه نشوه الانتصار ما تبقاش خرجوا منها، لان فرقه البنك فرقه محترمه. لما نروح للزمالك هنتكلم على القصه دي، لان جوميز اخطا في حته ان هو عدم تحضير اللعيبه كويس. لكن في الاهلي انا شايف وجهه نظري مبروك للنادي الاهلي فوزه بكاس مصر، ولكن اداء النادي الاهلي في كاس مصر علامه استفهام. الفوز بينسي، لكن لما بتيجي تتكلم على الفرقه اللي لعبت قدام نادي الزمالك، شيل مصطفى شوبير عمل مباراه محترمه، هاني مش هاني، ربيعه مش ربيعه، منعم مش منعم، معلول مش معلول، ندفد، السولية، كهربا، الشحات، بيرستا، ولو سالت اهلاوي اقنعوك. ما بيلعب السولية، بيلعب السولية وندفد بقاله فتره ما بيشاركوش طبعا معاك. فهو كولر عمل كارثه كارثه في مباراه نادي الزمالك، بلعبه ندفد، لعبه بندفد والسولية. ومباراه البنك انت بتلعب سايب مروان عطيه لوحده، انت نازل في حته ياء مرفوعه، يعني انا بلعب بقفشه وبلعب بامام وسايب مروان لوحده، لا ده في عدم تقدير ليه ان فرقه البنك فرقه محترمه. كابتن طارق مصطفى عمل حاجه، عمل عبد الغني، لا عبد الغني اداؤه يعني مش كويس على طول، غير لا وجوه الجيم غير الجيم طبعا. يعني هو ابتدى بسيستم الزمالك طبعًا في الكاس، فكره ايه؟ ان الاهلي حته ان انا بكسر خطوط الاهلي دي بالباصات زي الجون الاول مثلا اللي دخل، لا تستلم وبتستلم في ظهر نص ملعب النادي الاهلي. فكره ان قفش عمل مباراه كبيره جدا هجوميا، كان من نجوم الاهلي هجوميا، ولكن قفشه طبيعته ما بيدافعش. امام بدليل ان امام عنصر اساسي عويس وخرج بدري، خرج بدري ليه؟ ما كانش بيقوم بالمهام الدفاعيه. فمروان اتظلم، كل النص من نص ملعب الاهلي بدفاعه، لا امبارح مشكله كبيره جدا. انت بتتكلم الاهلي في الدوري داخل فيه 5 اجوان، انت مباراه امبارح داخل فيه 4 اجوان في ماتش. خلينا نروح لدفاعه بقى لعويس، دفاع النادي الاهلي عويس، انه يلعب بعمر كمال عبد الواحد اللعيب المميز اللي كان في منتخب مصر اللي ادى كويس جدا مع مدن الفيوتشر، وقبليه مع نادي طبعا المصري البورسعيدي، شفناه امبارح راجل بيلعبه للمره الثانيه في ملعب في مكان سيرد باك، وبرده يبقى ده بالنسبه لي ظلم لعمر كمال عبد الواحد لامكانياته، وهو راجل تعرف المطلب صاحبي قال انا اخطات بان انا حطيت عمر في المكان ده وانا اتحمل المسؤوليه. بص هو غلط في عمر وغلط في ماتش الزمالك في ندفد وفي السولية. بالظبط انا هو كان بيتكلم على الدفاع يعني. لا طبعا ما انا فاهم. لا دفاع النادي الاهلي طبعا عنده مشاكل كبيره، وكان كمان غياب يعني لو هتعمل كده مثلا مع عمر او هتجرب عمر حط حد جنبه رجله في الملعب اكتر من رامي ربيع. رامي ربيع برده ما بياخدش عدد دقائق كافي ان هو يشيل حد، يعني لو كان بيلعب مثلا جنبه عبد المنعم كان ممكن يعني يستحملها شويه، نستحملها شويه. الحاجه الثانيه الاهم اللي في حاجه كومن ما بين الاهلي والزمالك، ما اعرفش بقى دلوقتي احنا هل احنا فاهمين غلط ولا المدربين بيعملوا حاجه غريبه، ان موضوع الناس فاهمه الروتيشن غلط. انت ما ينفعش في كل ماتش في الاهلي وفي الزمالك لازم يبقى على الاقل 4 5 لعيبه متغيرين. احنا ولا احنا الناس الوحيده اللي بتلعب كل 3 ايام، ولا احنا الناس الوحيده اللي دوريها مضغوط. مانشستر سيتي يوم ما بيغير هشام ولا برشلونه ولا بيبقى في 2 3 للهلال السعودي 2 3 بالكتير قوي اللي بيتغيروا. لكن انت تغير في الماتش بالاربعه، انت يعني خط هجوم النادي الاهلي كله الماتش اللي فات ده كان متغير صح؟ يعني بادئ بمودست ورضا سليم وكريم فؤاد دول ما كانوش بادئين ماتش الزمالك مثلا، مع ان انت دخلت عمر. فتغييرات كتير قوي ويعني سوري بالكلمه يعني الفتي كتير قوي. يعني انا ما ينفعش، انا عمري ما شفت كريم ندفد بيلعب 6 مثلا، وعمر السولية بقاله مثلا بتاع 3 شهور ما لعبش ماتش. هو ظلم عمر كمال عبد الواحد في المكان ده، وعمر كمال عبد الواحد ايه الفلسفه يا عويس؟ ما برضه فلسفته ممكن يبقى محتاجه عشان يعني ممكن تبقى اللي فكره لا بس كان ممكن يا عويس يعالجها المكان ده. عويس مكان حساس هو ممكن يبقى فكر مثلا ان هو يبقى محتاجه في بدايه الهجمه انك تصنع لعب. وجنبك مين؟ جنبك رامي ربيعه، محترم رامي ربيعه برضه، مش البصير اللي مش عماد النحاس بالظبط، مش وائل الاباني ان الكوره بتطلع من رجله. كان ليه علاج مش هاني رامي عاوز انت علاج انت محمد هاني لعبها كذا مره، انت كنت ممكن تلعب بربيعه وهاني عندك وخلي عمر كمان في مكانه الطبيعي، عندك خالد عبد الفتاح او خلي عمر في مكانه الطبيعي مكانه اللي بيلعب فيه. فزي ما بقول لك لا الاهلي عنده مشاكل كتيره، ومش من الماتش ده بس، وماتش يعني لو حد يعني بيتكلم بقى زي ما احنا كان هشام بيتكلم ان ككوره يعني ماتش الاهلي والزمالك، الاهلي كان في اوحش حالاته
فالغلط مش من دلوقتي، واللي بيحصل ده انا شايفه طبيعي، نتاج ان المدربين ما ينفعش في الكوره ان انت تغير كل الماتش بالسته والسبع لعيب. ده انت حتى لو يعني لو بيلعبوا مع بعض بقالهم سنتين ثلاثه برضه هيتلخبطوا. فالقصه صعبه، والاهلي انا بقول لو يعني الاهلي هيبقى هيعاني في الدوري لو فضل بالمنظر ده. مش في الدوري بس، ده في البطوله الافريقيه اكيد لازم يعني الراجل يرجع كده لرشده زي ما بيقول، وياخد راي سامي قمصان ويسمع له، يقعدوا مع بعض ويشوفوا اللعيبه اللي طبعا نيدفيد ما احترمنا نيدفيد باسمه وادائه في الملعب، لعبوا في مكانه السوليه، لا عمر كمال لعب كل واحد في مكانه، واستقر على التشكيله عشان انت جاي داخل عليك ماتشات قويه جدا. بص النادي الاهلي نادي كبير وجمهوره فاهم يعني ايه النادي الاهلي أكيد. فكره ان انت كلنا ممكن اي فرقه ممكن تخسر، لكن جمهور الاهلي مش مستوعب فكره ان انا نخسر اربعه، لان دي ما حصلتش من سنه 2019 تقريبا قدام الاتحاد لما برضه كان ماتش خلص 4-3 اللي كان على ملعب استاد القاهره. فانت السكور كبير، السكور كبير والدفوهات باينه. النادي الاهلي هجوميا شرس جدا صح. قوي جدا، يعني انت لو بصيت امبارح الاهلي بيوصل كل 30 ثانيه، لكن مشكلته ورا فكره ان انت تتقدم والبنك يرجع، تتقدم والبنك يرجع، وبعدين 3-2 وبعدين البنك يتعادل 3-3 و4-3 وبعدين في دفوهات. يعني الجون الرابع انا بالنسبه لي قصه ان اللعيبه كانت بتلعب بتناكه، لعيبه الاهلي امبارح كانت بتلعب بتناكه من اول المباراه، عارف ان انا هكسب في اي وقت والنتيجه مساعداه، فحصل نوع من التخاذل. لكن يحسب، انا في لقطه في الدقيقه 83 لما البنك اتعادل، ابو جبل كان بيقول بتاع الكوره الكوره صح، دي تديك اشاره ان انا حافز. البنك حافز، انا شايف الفرقه اللي قدامي، لا انا هقدر ادوس عليها واقدر برافو عليك. انا لو من البنك، انا من كابتن طارق مصطفى هعمل ايه؟ واقف 3-3 مع النادي الاهلي، دي حاجه ممكن اقول حاجه عشان عويس طارق عنده برضه جرأه ولعب في الدوري المغربي مدرب قوي، مدرب كويس قوي ومدرب كبير قوي. اقول لك على حاجه اهم بقى كمان، على يعني تكمله لكلام هشام، اتفضل. ان الفرقه ما بقتش بتخاف من الاهلي والزمالك، يعني دلوقتي كنا زمان فاكر الاهلي حد هيلعب الاهلي هيروح راجع يلعب في 20 يارده ويقفل وبتاع، دلوقتي اي حد بيهاجم الاهلي والزمالك، والزمالك اكتر برضه عشان الناس ما تفتكرش غلط يعني لا عادي هتعرف تجيب الجوان وهتعرف تروح زي ما انت بتقول يا هشام. كانت مشكلتك ده الهدف انت عايزه؟ بص اللقطه اللي هو عايزها، خلي بالك هاني لسه نازل فريش، لا ده الرابع انت عايز الهدف ده ولا انا هدف؟ لا كان عايز اللقطه بتاعت ابو جبل، اللقطه بتاعت ابو جبل يعني ممكن لو ما تبقاش عندهم لو في الدقيقه 33، لكن دي ده مش النادي الاهلي، ده خطا دفاعي ده، هاني نازل فريش والناس ما بتضغطش خالص، لا انا عايز نضغط خالص على اللي بيرفع الكره دي، لو جت من الاول هاتها له من الاول. انا عايز اقول للنادي الزمالك انتوا مش زعلانين على اسامه فيصل؟ طبعا ده الجون الرابع ده واحد يا جماعه تاخد الولد اللي جاب الجون الاول اللي الجون برده كان في الزمالك، لا الجون كان في ماتش الجون انا الجون الرابع لو جبناه لازم نشوف تعامل اسامه فيصل، واحد مزنوق عليه اتنين بتاخد الكوره بتدي كوبري لمعلول بيتكلم صح، لا لعيب عنده ثقه. انت دلوقتي بتتكلم ورا ان انت انت دلوقتي مثلا حسام اشرف، لا خلي بالك فرقه بتموت على نقطه، مش بالزبط. يعني نبقى عند الجرأة دي ان هو يدي كوبري ويرفع الكوره، كان الطبيعي ان هو يقف طبعا. بص الراجل عنده كاركتر. فانت دلوقتي ايه ده مهاجم النادي الاهلي السنه الجايه؟ طب هشام وعويس هيبقى واحد من الناس اللي الاهلي شغال عليه. ارجع كمال تاني بعد اذنك من نفس الزاويه دي وقيم لي الهدف، اخطاء مين اول حاجه؟ معاك لو هنجيبه من الاول يعني لما اسامه فيصل استلم الكوره كان لازم كان عليه اثنين، كان لازم حد معلول واحد او واحد لازم معلول ياخدها. طيب خلاص الكوره عدت، لما الكوره بقى رجعت اللي بيرفع ما حدش بيقابل خالص، ما حدش قابله خالص، ده رقم اثنين. الغلطان اكبر بقى غلط من محمد هاني، محمد هاني ما ينفعش تبقى واقف كعادته، ما ينفعش تبقى واقف الوقفه دي، ما ينفعش تبقى. انا لسه شايف النهارده احصائيه لمحمد هاني اكتر لعيب في جيل النادي الاهلي الحالي لعب ماتشات، لعب اكتر من 300 ماتش مع النادي الاهلي، ما ينفعش يبقى لغايه دلوقتي في سنه ده بالظبط، ما ينفعش يبقى انت لغايه دلوقتي بتعمل نفس يعني، ما ينفعش تبقى عندك نفس الغلطه ومش مرهق سنين. خلي بالك ده نازل غلط. يعني ده مش مرهق، ده يعني ممكن لو بيلعب من اول الجيم اقول لك ماشي. انا ليه ما كنتش اسحب عمر كمال عبد الواحد لبره وادخل محمد هاني في نفس المكان ده؟ على الاقل عمر في التغطيات العكسيه شاطر وقوي ومركزه، ومحمد هاني لعب في الناحيه الثانيه ولعب بسرد باك كتير. فانا الجول كله غلطات، وانا رايي من راي هشام ان اكبر غلطه في تشكيل النادي الاهلي فعلا ان مروان عطيه من الاول متساب لوحده، ولا امام بيدافع ولا قفشه بيدافع، ففي حته هنا جاب بيثبت لك كده. عارف ايه جون هلال صح؟ بيستلم جوه ال 18 عادي، انت من سايب مروان عطيه معاك الهدف، معاك الهدف ده من اوله خلي بالك الكوره فيها مساحه. بص هاني ما خلي بالك الجون ده غلطه اتنين، رامي ربيعه
وهاني طبعا، رامي ربيعه خارج عن المان بتاعه الاول، الاول معلول ثم هاني ربيعه خلي بالك محمد هاني ركز على البرتقاني اللي هو اصلا المان بتاع رامي ربيعه فاهم، ونسي وهنا المفروض الكره بتاعه ربيعه، هنا المفروض يبقى في ضغط، ضغط من الاول طبعا لازم حد يبقى بيضغط هنا. ده مين ده؟ نيدفيد رايح نيدفيد رايح بالراحه قوي، كله غلطات انت 2-2، فانت دلوقتي سهل عليك. رامي ربيعه راح فين فعلا؟ تمركز شوبير في المكان ده، ممكن فوق شوبير كان يبقى خلي بالك ورا شويه. لا ده جون الجونه في صبحي نفس القصه صح، فاهم قصدي؟ بالظبط كوبي بيست. فانت بتتكلم لا شوبير لو انت بنتكلم على شوبير، لا الجون الثاني والثالث عجبني قوي شوبير في ماتش نهائي الكاس، كان فايق وبيتحرك والكورسات وعنده ثقه وكل حاجه كبيره جدا فاهم. لكن دي الثغرات او التعثرات اللي بتحصل دي بتحصل دايما في البدايات، فكره ان انا النشوه بتاعه البطوله طبعا. فدي دي رسائل من ربنا ان انت ايه الكوره ماتش خلص تنساه بحلاوته وبوحشته خلاص وتخش على اللي بعده. اكيد اللي جاي للاهلي صعب طبعا، وبالتالي لازم بطوله افريقيا كمان بالذات اكيد طبعًا. لازم مباراه الدوري، دوري ماتش خلاص طبعًا. ما فيش كله كله اي ماتش دلوقتي بقى صعب. ما هو التشكيل الامثل السؤال لكم انتوا الاثنين، هبدا بك الاول. التشكيل الامثل للنادي الاهلي من وجهه نظري طبعا انه هو يتغاضى عن كل الدفاعات لو كله جاهز وكله طبعًا. موجود يعني في وجود الشناوي لا لا الشناوي خلاص خلاص بسم الله ما شاء الله يعني كلنا ندعمه. ده انا قصدي التشكيل الامثل يعني انا بالنسبه لي هيبقى عمر كمال، ياسر ابراهيم، منعم ما اثر كتير، منعم ياسر ابراهيم بس يعني ياسر ابراهيم منعم، علي معلول رقم 6، مروان عطيه على شماله، امام على يمينه، لو ديانج موجود يبقى ديانج، انا ما اعرفش ديانج حاله ايه، لسه بعيد ممكن بقى يبقى السوليه في وقت، ممكن يبقى قفشه ايا كان، مش دي مشكله. انا على اليمين بيرسي تاو، على الشمال رضا سليم، وراس حربة كهربا بالنسبه لي انا شوبير عمر كمال ياسر منعم معلول مروان عطيه اكرم يمين امام شمال، وهلعب بالشحات وتاو وراس حربه وسام لو سليم، ولو مش سليم كهربا كده ناقص واحد. انت قلت اكرم وامام بس ومروان ديفند مروان لا والمهاجم بتاعهم الفلسطيني يعني وسام هيبقى حاجه كويسه جدا بس هو الصح الصح زي ما عويز بيقول اللي يبتدي كهربا وسامي يخش واحده عشان ما يتحرقش، ولازم يدي عمر كمال ياكل عمر كمال تاني يلعب في مكانه، عشان الراجل ده انت في ماتشين يعني شتت الولد بيلعب بالذات ان هو لسه جاي جديد يا عباس، المفروض تلعبه في مكانه ومفروض يدخل واحده ومفروض ده الطبيعي اللي وده اللي احنا قلناه خلي بالك وده اللي قلناه لو انت تفتكر نرجع بالحلقات أكيد. عمر كمال هيفيد الاهلي ولا مش هيفيد الاهلي؟ انت دلوقتي هتاخده ايه كباك رايت عندك عدد، طيب هتستفاد منه كمساك؟ لا يبقى انت بتظلمه طبعا اكيد زي فاهم قصدي؟ ما ينفعش ان انا العب عمر كمان، لو هلعبه حتى هلعبه مساك يمين على عدلته لكن هلعبه شمال فاهم؟ خلي بالك ماتش البلديه برضو لعبه مساك شمال، والمساك الشمال لازم برضو يبقى بيفضل الاشول كمان هو يبقى مركزه وليه علاج. لا انا عايز اوريك يعني لو موجوده عبد المنعم في ماتش الكاس اللي فيه ضغوط كبيره جدا، خد الكوره وطلع بقى ورقص وطلع وعمل باص، لان دي مكانه الماتش ده باين خلاص. باين قيمه عبد المنعم، الماتش ده باين قيمه عبد المنعم، وادى اشاره لاداره النادي الاهلي ان الموسم اللي جاي لازم العين يبقى على الخط الخلفي شويه في التعاقدات، لان في مشكله كبيره جدا. انت ياسر ومنعم اثروا تاثير كبير جدا، ومنعم هو اللي كان شايل ربيع مش العكس خلي بالك، بالرغم من الخبرات والامور ده، لا منعم مدافع كبير طبعًا. ولازم الاهلي يحدد هيقعد عشان هو اللعيب نفسه يستقر. خلي بالك مشكله منعم ان انا مش عارف قاعد ولا ماشي، فالنادي الاهلي انا وجهه نظري ان هو يجدد لمنعم لعيب سنه صغير ويستحق. بص طبعا ظلم ظلم ليه طبعا، لانه هو بيتحرك الجون ده الجون ده يبين، وطبعا انت هتبقى فاهم خلي بالك بدايتها في ميس باس اصلا، لا هو مش حاسس هو فين يا جماعه بالظبط، مش بتاعته يا جماعه، هو بيلعب في المكان اللي يعني على فكره عمر كمال سنتين في فيوتشر والسنه دي كمان بيلعب باك ليفت وبيلعب وينج وبيلعب لا وبيهدف وهو منقذ، لا لعيب كويس خلاص ما تلعبوش عمر اضافه طبعا للنادي الاهلي، بس انت زي مثلا الزمالك مع عمر جابر ممكن يلعب باك ليفت، لكن لو لعب مساك قصه ثانيه. هقول لك على حاجه، امبارح كنت بصحر مع قفشه قال لي عمر كمال لعيب كبير جدا طبعا. انا اكتشفت فيه حاجه كتيره جدا لما جانا النادي الاهلي طبعا، بس لازم نستغل فيه المواهب اللي موجوده في بس خلي بالك في خضه
في خضة يعني. هو حتى لما جه بقى انت بتلعب في فيوتشر متحرر المصري طبعا بجماهيرته الكبيره، بس برضه مش جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج طبعا. كل جماهيره محللين ونقاد وقاعدين عايزين فوز، ولا 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 بديل غير الفوز. والغلطه متشافه يعني، خلي بالك عمر كمان لازم لعيب منتخب وكل حاجه. يا جماعه الاهلي والزمالك ده انديه كبيره جدا، الزحلقه اللي ممكن تتسبب فيها بجون ممكن تخلص عليك نفسيا مع الجمهور، مش عايزين تاني. فانت لازم عمر كمال نجم ولعيب كبير، ولكن لازم تبتدي وتديله في مركزه، تديله في مركزه عشان طبعاً. لما يخطط حاسبه بعد الفاصل سؤال عن مباراه نقدر نقول الممتعه. كان امبارح كان ثلاث مباريات، يعني اول امبارح كان موضوع احمد رفعت عاكن على الناس كلها. امبارح كان في ثلاث مباريات على اعلى مستوى، الاهلي والبنك الاهلي او البنك الاهلي والاهلي، الجونه والزمالك، ثم المصري وزد، في ثلاث مباريات مميزين جدا. بعد الفاصل حديث عن الزمالك والجونه مع طبعا ضيوف الكرام هشام رشاد ومحمد عويس. من الذكريات اللي ما يقدرش ينساها الجمهور المصري في رمضان ماتش الاهلي والاسماعيلي 2016، الماتش اللي كان بيحدد مين بطل الدوري. يلا بينا نعرف ونشوف الجمهور لسه فاكر الماتش ده ولا لا. يلا بينا. بصراحه لا. طبعا طبعا ده معروف حاجه. 2-1 طبعا. 4-3 تقريبا. خلص 2-1 تقريبا. 2-1 كان ابراهيم نور الدين الحكم تقريبا. خلص 3-2. 2-0 متهيألي يعني على حد ذاكرتي، مش فاكر والله بالظبط. تقريبا خلص 2-1 3-1 2-1 للاهلي. كان الماتش يعني جميل وكل حاجه، كان يعني صعب شويه برضه. الماتش كان جميل. طب ومين جاب الاجوال بقى؟ كان اسمه ايه دوت يا ربي؟ قفشه على ما اعتقد، رمضان صبحي، وتقريبا عماد متعب. لا مش فاكر بالظبط. الشحات، حسين الشحات، رمضان صبحي، وحسام غالب يعني، وعماد متعب. انت متاكد بقى؟ مؤمن زكريا يلم، حطها صغيره لصبري، صبري يلم كورته وعلى شمال وهيرفع، والعرضيه وخطيره وهوبا وعواد ولسه ومره ثانيه وهوبا، يا نهار الهدف. الله 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 الله، حلوه 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 حلوه، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. رمضان صبحي يا ولد يا لعيب. وليد سليمان وتحفظ، وليد سليمان وهيلعب الكوره، هيلعبها من مره واحده وليد، وتسديد والهدف الثاني. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. رجعت تاني بعد الفاصل في الجزء الاخير، ومازال في ضيافتي اثنين من محللي الرومنتادا عويس وهشام رشاد. هشام، الزمالك انت قبل كده قلت انا قلقان على الزمالك بطريقه لعبه بالشكل ده اللي بيلعب بيه جوميز، ان هو بقى عنده خلل في خط الوسط والدفاع، يعني انت عندك المنظومه يعني فيها يعني قصور كبير جدا. شايف ايه اللي ممكن يستفيد فيه او يتحاول يتداركه جوميز بعد خسارته من الاهلي ثم الجونه؟ خلينا نتفق ان انا هخش في ماتش الجونه، لكن انا واحد من الناس ما بعرفش احكم على مدرب في اول ماتشين ثلاثه. جوميز مشي بشكل كويس جدا ماتش الاسماعيلي، ماتش ابو سليم، ماتش الداخليه، ماتش الاهلي لاول مره جمهور الزمالك يخسر، ولكن طالع عنده قناعه ان بكره هيبقى كويس طبعا. ولكن جوميز لغى كل ده في ماتش الجونه، رجع بقى عامل زي اوسوريو، فكره ان انت عندك شكوك فيه. لكن انت لو بتبص على كل ماتشات الزمالك اللي فاتت، كان الناس بيقول لك مدرب واعد، مدرب ذكي، ان انت تنزل قدام الاهلي بالكاركتر دي والشخصيه دي. انا بقولها لك ان في زملكاوي بيقول لك اخر مره كنا شايفين الزمالك بالكاركتر ده، حتى لما كسب الاهلي في الكاس قبل كده والامور دي،
ولكن كان بيكسب الاهلي بسيستم لعب ان انا سايب الكوره وواقف ورا وبشتغل على التحولات. لكن بدايه التسعينات وبدايه الالفيه الجديده كان هي دي الفتره اللي بتلاقي الزمالك والاهلي ند جوه الجيم. انا ما شفتهاش غير في ماتش الكاس. انا قبل كده كان ممكن اعوز الزمالك يكسب بس يسيب الكوره ووقف ورا واشتغل على التحولات زي ايام كارتيرون وايام فريرا، لكن الزمالك لعب بكاركتر. فجوميز ادى انطباع جيد، ولكن امبارح انا بقولها لك 90% من الزملكاويه كان عندهم ايمان وثقه ان الزمالك مش هيكسب الجون. ليه؟ انت خارج من ماتش الاهلي، الحاله النفسيه عامله ايه؟ فكان لازم جوميز خسر امبارح مع سبق الاصرار والترصد ايه نفسيا وفنيا. نفسيا انت ما حضرتش الفريق كويس، انت خلاص خسرت، كنت لازم تبني ان انت عملت اداء محترم وتبني وتكمل، لكن انت الدنيا امبارح نادي الزمالك نازل باين ان هو متاثر، وقتلت الزمالك فنيا ان انت ضربه واحده بتغير سبعه ان انت لا يمكن ده يخلق لك تجانس. احنا اتكلمنا قبل كده لما اول لما جوميز جه ان الراجل بيعشق روتيشن، بيعشقه يعني. وصل ان هو فتره مع المريا اقول لك رقم ما تخضش ان هو دخل في 160 تشكيله مختلفه. خلي بالك ممكن يبقى لعيب يختلف ده جوه ال 160 فاهم، لكن هو وصل اربع مرات مثلا مع المريا ان هو غير ال 11 لاعب. فهو مش كتير ممكن يديك ماتشين في انسجام في تشكيل واحد. هو الراجل امبارح ظلم نفسه. اوحش حاجه في الدنيا ان انت تخش توقف بهزيمتين. انت دلوقتي اللعيبه مباحه وجوميز مباح، عقبال ما نشوف حاجه تانية من جوميز بقى بعد العوده. لكن جوميز عليه حاجه مهمه جدا جدا، حتى لو مش من قناعاتك ان انت بتعشق روتيشن، لا، نادي الزمالك دلوقتي في فروق فرديه في مراكز فانت لازم ومجبر ان انت تثبت تشكيل. تثبت التشكيل ازاي؟ طيب خلينا نقول الاول ان انا بس هختلف مع عشان في قصه ماتش الاهلي في حاجه، ان الراجل ده كل حد ليه مميزاته ليه عيوب. الراجل ده لو هنتكلم على ميزته مثلا في ماتش الاهلي، كان ميزته ان احنا خلى نادي الزمالك زي ما كابتن هشام بيقول ان احنا ايه بقى عندنا استحواذ. انا وجهه نظري ان هي كانت عشان عندك لعيبه في نص الملعب، او كان عندك لعيبه عندها خبرات وعندها كوره تسمح لك ان انت اللي تمسك الكوره على النادي الاهلي، مع ان النادي الاهلي كان نص ملعبه مش في احسن حالاته، وكان زي ما كنا بنتكلم عنده مشاكل. فالراجل ده انا مش شايف له شغل يعني، انا عكس الناس، انا في الناس كانت مبسوطه بشغله في ماتش الاهلي، انا لا، انا شغله مدرب انا مش شايفه. انا شايف كواليتي لعيبه بقى احسن في نادي الزمالك، يعني كواليتي لعيبه نادي الزمالك بقت احسن. الراجل ده بيبوظ ده بتغييراته اللي في التشكيل. انا ما ينفعش زي ما عشان بيقول ابدا الماتش اللي بعديه ابدا بسبعه مختلفين، وسبعه مش غير كده بقى الاهم، عايزين ثقه اصلا. لا، الكارثه بقى اللي هو كان عاملها كمان ايه، ان انت مثلا بادئ ب 4 2 3 1، الثلاثه اللي تحت الفيرود كلهم عايزين الكره في رجليهم. شيكابالا طول عمره حتى وهو في عزه وهو في بيكو، حتى شيكابالا لما نزل مباراه الالف في نهائي الكاس ما كانش زيزو ما كانش اي تواجد ماشي. لا انا بتكلم على ماتش الجونه. شيكابالا وجوده مهم طبعا كل حاجه، بس هو بيستلم الكره في رجله. احمد حمدي بيستلم الكره في رجله، ناصر ماهر بيستلم الكره في رجله، عبد الله سعيد لما نزل برده بيستلم الكره في رجله. انا بكلمك اللي بداوا، سامسون مش زي الجزيري مثلا، فهيجري في ظهر الناس هيفتح لك مساحه ان انت الناس دي تستلم. فانت خلاص ما دامش زيزو مش موجود ما ينفعش يبقى مصطفى شلبي مش موجود، لازم يبقى حد من الثلاثه دول مختلف، عايز الكره في ظهر الناس وعايز ويفتح لك مساحه للناس دي تعرف تستلم. دي حاجه. الجزء الثاني ما ينفعش اجيب ناس رول ماشي. طب ده هدف قفشه في نادي الزمالك. بص منين احنا بنتكلم على هو التحولات الدفاعيه. رد دفاعي نادي الزمالك سيء جدا. بص كان مين بيلعب على فكره؟ بص عويس شفت أصلاً. لا شفت اسمه ايه ده مسلوسي بدايتها غلط طبعا. مودست واسع ازاي؟ طبعا. لا مودست طبعا. مودست طبعا تحركه ده هو اللي فضله الدنيا بالظبط طبعا. لا هي الكره وهي عاليه اصلا مسلوسي قدرها غلط. اقول لك امبارح وانا قاعد بقى قفشه قال لي انا شفت ليه؟ قال لي ارضيه الملعب عجباني. انا ما كنتش هشوط دايما قفشه بيعملها زي الماتش مع الملعب منادي هيسرع بالظبط. قال لي انا الملعب ارضيه الملعب هي اللي ساعدتني او ادتني جرأتني مع ان هي لمست فتوح برضه معنى هي لمست رجل فتوح وهي رايحه فساعدته طبعا. فلا طب أي اقول لك قفشه قال لي ايه؟ انا كنت بتعشى معاه قبل ما يسافر بيوم قبل ما يلعبوا قبل ما يلعبوا ويروحوا السعوديه. قال لي يا كابتن انا حاسس ان انا هعمل القاده الثانيه. لا والله اقسم بالله هو ربنا بيكرمه في الحاجات دي يعني. فبقول لك ايا كان مين بيلعب العكسيه دي. شفت الزاويه دي؟ طبعا. مودست راح فين؟ كل حاجه غلط. هو مودست وسع ازاي؟ طبعا وسع خلاص خلى فتوح مش عارف اروح اقابل ولا اروح مع الراجل ازاي؟
قفشه راكن بطن رجله. اه يعني قال لي الارضيه خلتني عندي 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 افضليه ان انا اشوط. تحرك مودس ده اللي خلى فتوح ياخد خطوه لورا وخلاه يعطل نفسه شويه. هات لي بقى الجون الهدف اللي دخل في الزمالك نفس القصه من الجونه. اه ملجونه هيجهز لنا ده كذا كوره نفس القصه. انا اللي انا قصدي ما ينفعش جوميز يبقى وان واي. هو مدرب وان واي يعني انت ربنا كرم انت جاي فريق كبير عندك نجوم كتيره. الروتيشن ده في لعيبه عويس واتفق معايا وهشام ان في لعيبه عويس مش انا عباس مش هلعب طبعا. خلي بالك وكلنا لعبنا كوره كلنا فاهمين لو انا مش عارف انا بكره هلعب ولا لا دي كارثه. يعني هو بيتعامل مع كل الزملكاوي طبعا مسكوا الجزيري فرموه يوم ماتش الاهلي. بس ما ينفعش تعاملك انت بقى كمدرب ان انت تستبعده تماما لان انت بره سكور خالص. طب ما انت لعبت عواد لما عواد مش موافق قمت ملعب صبحي. الصبحي برده ما فيش توفيق هتلعب مين بقى؟ لا موضوع عواد يعني وصبحي صبحي بيغير كده موضوع عواد وصبحي موضوع عواد وصبحي ده هو دي مش مدرسته. هو بيعمل الروتيشن كله في الملعب ما عدا حارس المرمى. لكن موضوع ان هو داخل على فرقه عندك اتنين حراس فاضل لهم ست شهور مخليه يماين. هو عارف ان هم فبيدي هدايا يعني عارف هو يعني طبعا عارف ساعه التجديد. انا خلي بالك على ارض الواقع عشان انت راجل كنت حارس ومدرب حراس يعني على ارض الواقع برضو لازم ابقى قايس عندي مقاييس ما تورطنيش. هو المدرب مدرب الحراس عايز صبحي عايز صبحي ولكن انت دلوقتي عندك عواد وصبحي. طب انا لو لعبت اساسي ماشي بس النقطه دي مهمه. انا لو لعبت اساسي بصبحي بص عواد مش هيجدد. احنا بنتكلم على التحولات يا عويس. ها طبعا اهي اصلا وقفه غلط الوقفه. انت بترفع لو انت بتلعب الكره ما ينفعش يبقى فتوح واحد يا جماعه. ده مين ده اللي رايح؟ ده فتوح اللي رايح. ده فتوح اللي رايح له. فباك وانا ينفع ابقى 2 2 فتوح اللي رايح له وانا ينفع ارجع تاني بعد اذنك. ده فتوح اللي رايح له يعمل التغطيه العكسيه. لا بس انا اقول لك حاجه. هو في حاجه اسمها 2 2 طالع ب 10 طالع ب 9 في الكوره. لا ثاني معلش انت بتتكلم في واحد ورا. يلا بص منين بص واحد ورا بس ده فرقه الزمالك كلها في ضربه منطقه الجزاء. انت بتتكلم في 9 ده فتوح اللي راح فين؟ برضه فيها توفيق عشان خلي بالك برضه عشان لو خدت بالك من اولها هو كان فتوح وعمر واقفين فعمر لما قلش طلع بره اللعبه فراحت الكره مردوده عليه وضربت في دماغه يعني بتاع ناصر منسي. بس اقول لك حاجه انت عارف قبل ما الجون التعادل يجي اللي بالهيد بتاع الجونه في مؤشرات ان الجون هيتعادل. صح في كره نزلت على اول ال 18 او على نقطه ضربه الجزاء يعني انا عايز اقول لك في ثلاثه بيجروا اسرع من بتوع الزمالك في الارتداد اهو. لا هو الجون في توفيق كبير قوي خلي بالك برضه عشان نبقى صراحه يعني ان انت عمر يشوطها فتروح خبط في دماغ ناصر تروح رد. بص لخص لك حاجه مهمه جدا لخص لك حاجه. اداء الزمالك الشوط الاولاني ما كانش يبشر. ربنا قدم الزمالك بجونين. بس انا قلت حاجه عويس وهشام ان الكابتن علاء عبد العال انا اسف كابتن علاء عبد العال من اللي انا قلت ده في قبل الماتش على فكره بيومين وقلت الماتش الناس بتلعب مرتده بيلعب على المرتدات وبيلعب انه لو ما كسبش ما يخسرش وده برضو حاجه انه عارف بيلعب مين. الزمالك واجه مباراه شبه الداخليه بس تفرق عن الداخليه إيه؟ ان هو عنده بقى دول بيعملوا المرتدات احسن من الداخليه لكن وعنده اجانب موازي. تمام النقطه اللي انا عايز اقولها لك ان ربنا قدم الزمالك 2-1 مفيش جمهور الزمالك كان متوقع ان الزمالك هيرجع كده. رجع رحت انت عامل ايه؟ رحت مقرر مره واحده يلا العبوا خماسي مفيش كده في الدنيا. رحت منزل عبد الله. طب ما انا انزل شحاته مع دونجا وانزل عبد الله 10 مكان يا حمدي يا ناصر. دي مشكله كبيره. تمام جيت انت دلوقتي شيكابالا مثلا ايه قعدت تسيبه لغايه لما بدنيا وقع. لان هو خلي بالك عباس هو عارف ايه هو مش شايف حد بديل لشيكابالا. طب انت مفيش وينج بره مفيش وينج. طب انت سهل جدا جدا العب نيمار. صح سهل جدا العب نيمار سهل جدا ان انا العب مصطفى شلبي يمين. بس كده في قلق على طريقه لعب جوميز وجوميز مع فرقه لو ما ثبتش التشكيل زي ما هشام بيقول لو ما استغلش الفتره دي ان هو يشوف امكانيات كل اللعيبه واستقر على تشكيل ويبقى التغيير في 2 3 يبقى احنا وفي تكاسل من اللعيبه. وانا انا عايز معلش دي نقطه مهمه جدا. اتفضل. هو مين اقوى الجونه ولا الاهلي؟ الاهلي طبعا. تمام اكيد. طيب انت ليه في ماتش الاهلي كنت بتلعب كوره اوبن جيم وبتلعب بشخصيه بس ما كانش فيه المرتدات الخطيره دي على النادي الزمالك؟ عارف ليه؟ لان كان فيه التزام من اللاعب نفسه. انت امبارح اول لما تقدمت 2-1 انت حسيت ان الجيم خلص. فانت دلوقتي بتتكلم ايه؟ عمر جابر شال كام كوره؟ صح لعيبه الجونه دايسه على عمر جابر لوحده ما فيش حد بيدعمه. انت بتتكلم ما كانش فيه اي حد بيرجع يدافع. انت جيت في الاخر سايب دونجا لوحده
خلينا كمان ناخد مباراه مهمه برضو. احنا كده بنختم مباراه المصري وزد او زد والمصري. مباراه كانت مميزه جدا، قدر فيها زد يتقدم مرتين والمصري يرجع في نهايه المباراه. رغم كده المصري في المقدمه ولسه فاضل له مباراتين. بصراحه المصري بيقدم سيزون كابتن علي وكابتن عبد الكريم، بقاله اعتقد ان هو بقاله 10 ماتشات ما بيخسرش اعتقد، وبيقدم سيزون كبير. يعني من بدايه اختياراته للعيبه اختار اللعيبه اللي تناسب خطه لعب كابتن علي، مع ان هو في الماتشات بصراحه ماشي كويس قوي. هو كويس ان هو لم الدنيا، يعني هو ابتدى هزه كان في الاول فيها ابتدى هزه وبعدين لم وبعدين هزه. عايز اقول لك حاجه، قوة المباريات جامدة جدا، خلي بالك ومتقاربة جدا، ينقص اللي هو ايه؟ استقرار الجدول. لان انت مثلا ما اجي اقول لك هل الموسم ده الماتشات كويسة؟ اه، في فرق كبير ان انا اقول لك، مش هقول لك بطولة قوية، لكن الماتشات كلها فيه ندية. خلي بالك ان انت تعمل كامباك كجونة، ان انت كبنك تعمل كامباك وهكذا كتير، لا انت عندك ماتشات المستويات بقت متقاربة. لكن في حاجة اسمها ايه؟ اللي مش محسسك بحلاوة الماتشات دي عدم انتظام. طب معنا برضو يعني احنا بنختم الجونة، انا اسف المصري وزد على ملعب طبعا برج العرب. خطأ دفاعي كارثي مش خطأ حاجات يعني حاجات اساسية. محمد طارق اعتقد خلي بالك انت امبارح عبد الغني وبرضو نفس القصة، كرة سهلة جدا وعمر غلط في واحدة برضو اللي انقذها. تمام، انت عندك مثلا واحد زي احمد ميدو جابر عامل اداء ولا اروع مع المصري، عامل سيزون محترم قوي 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 قوي. لا وفخر الدين برضو فايق والله عليك. لا بصراحه المصري بيقدم سيزون محترم. يعني حسب الهدف ده على فكره، بعد كده حسب هشام. لا فكره برضو خلي بالك، هي النقطه الايجابيه في كابتن حسام حسن ان هو بيقول بيدي اشاره ان اي حد مميز في الدوري انا ممكن يخش معايا منتخب. على فكره الكره دخل من الاول، ارجع تاني كده يا كمال كابتن علاء بيقرا الفاتحه اهو، يستاهل علي مال حسب. لا انا عايز التسديده دي، الكره دي جت في هدف الاول. لا التسديده بس بالراحه بالبطء، التسديده يا كمال. ايوه بالراحه بقى، لا كمل يا كمال. عايزها ايوه ها لا لا يا كابتن طلعت خلاص كده. ثانيه كمال، ثانيه كمال شتيل ما اعتقدش انها هتبقى. لا تيجي هتيجي هتيجي ما عادي. ايوه ستوب، انزل براحه، انزل براحه كمال. لا انزل تربحها، لا تربحها ما دخلتش كلها. صح. لكن انا بقول لك، انا والله الماتشات ممتع جدا. زد برضه عايزين هيزد. لا زد طبعا بس زد عامل شغل كويس جدا. ان انت تبقى طالع من الدرجه الثانيه دلوقتي اول سيزون ليك وتبقى ماشي بالنظام ده ومجمع نقاط وكده في امان. يعني انت بتتكلم في لا في برضه فرقه محترمه ومتكونه صح، بس يعاب بس عليهم ان اختيار اللعيبه الاجانب، كان ممكن يجيبوا لعيبه اجانب افضل من كده شويه. الجونه ما شاء الله عنده لعيبه اجانب مميزين. طبعا معانا تشكيل الدوري يعني انا اسف تشكيل الدوري جدول الدوري واللي لا يبقى تشكيل الدوري للجوله. لا بالك انت داخل على مجزره ان الاتحاد هيبعت اللي هو ترتيب الدور الاول طبعا. الزمالك عنده ما هو الكابتن علي ماهر لما كنت بزوره يوم السبت هو همه كله انه يبقى الاربعه الاول بس انت لو هتبعت التشكيل الدور الاول هتبقى الاهلي له مؤجلات كتير. انت لازم الزمالك له مؤجلات كتير. خلي بالك الزمالك عنده كارثه. الزمالك عنده 6 ماتشات لازم يلم فيهم تقريبا كام؟ 18 نقطه. طب عشان مع بعض مع بعض يا عويس هشام احنا بنختم. المصري في المركز الاول بسم الله ما شاء الله 27 نقطه، انبي في الثاني 26، بيراميدز ولسه فاضل له 4 مباريات 25، اتحاد السكندري 24 من 14 برضه فاضل له مباراتين، زد فاضل له مباراه 23، الجونه 22، سموحه 22، سيراميكا كليوباترا 21، طلائع الجيش 20، الاهلي 17 لسه فاضل له تقريبا 6 مباريات كمان. 8 كم مباراه؟ 8؟ تمام مباريات. مودرن فيوتشر 17، بلدية المحلة 16، الزمالك 15، الزمالك فاضل له لسه 7 مباريات، البنك الأهلي 15، البنك الأهلي طبعا هرب شوية، الإسماعيلي رجع تاني 14، فاركو 11، بقول العرب 9، الداخلية 9. تعقيب على المقدمة والوسط. أنا بس قبل ما نختم نفسي بس نتكلم سنة على سيراميكا كليوباترا. لو حد بيتفرج على ماتشات الدوري أحلى فرقة بتلعب كورة سيراميكا كليوباترا. سيراميكا كليوباترا بتقدم اداء احلى اداء في الدوري، احلى اداء في الدوري بغض النظر ممكن النتائج تبقى متعثره شويه او حاجه. لا بس أداء. لا يعني فرقه محترمه. وعنده محمد ابراهيم برده كان يبقى محمد ابراهيم واحمد هاني. احمد هاني الباك رايت، باك رايت كويس قوي طبعا، واحد من اهم الباكات رايت الموجودين في الدوري. والقندوسي هيبقى اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي لما يشارك. مش هيرجع
ممكن اسجل يلا عشان نختم سجل هيرجع النادي الاهلي وهيتم اعارته لزد وسجل يا استاذ ياسر التاريخ لا معانا كمال النهارده استاذ كمال سجل التاريخ ده هو المكان في كريال كل محترف هيرجع الاهلي هيرجع الاهلي وهيتم اعارته لزد وسجل تاريخ الكلمتين دول مارشال رمضان كريم كل سنه طيب رمضان كريم عايزين نحصل انت الوقت اللي انت عايزه دلوقتي يلا دلوقتي النهارده مش هينفع هو بيختار التوقيت اللي انت تقول له لا عويس بستمتع بيك حبيبي ربنا يخليك يعني ربنا يخليك عزيز وضيف ربنا يخليك والله وانا اسعد والله اضافه والله وانا اكتر ربنا يخليك اعزائي المشاهدين بكده نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من الريمونتادا في السهره الرمضانيه في الختام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من الذكريات الجميله لجمهور الزمالك ما يقدرش ينساها في رمضان ماتش الزمالك ونهضة بركان 2019 ماتش نهائي الكونفدرالية الأفريقية. تعالوا بينا نشوف جمهور الزمالك فاكر الماتش ده ولا لا؟ يلا بينا. فاكر ماتش الزمالك ونهضة بركان في نهائي البطولة الكونفدرالية 2019 الماتش اللي نادي الزمالك كسب فيه بطولة الكونفدرالية فاكر الماتش ده خلص كام كام؟ كان الماتش خلص 5-3 بضربات الجزاء 2-0 باين الزمالك كسب 5-3 وكانت بركلات الترجيح من ضربه الجزاء 4-2 5-3 تقريبا خلص بضربات جزاء تقريبا 5-3 بضربات الجزاء مين اللي جاب الاجوال بقى احمد تجيدو و زيزو واوباما ومحمود علاء وعبد الله جمعه تفتكر مين اللي جاب الاجوال و تقريبا حمزه احمد علاء محمود علاء قصدي و وزيزو وخالد بوطيب وعبد الله جمعه الزمالك كسب البطوله ولا خسر لا كسب البطوله و لا الزمالك كسب البطوله متاكد من اجابتك يعني الزمالك كسب البطوله دي الجمهور عبد الله جمعه بسم الله وبسم الله